وكيف بتبين الدايمنشنز على التايتل بلوك او على الدروينجز اللي عم بتقدمها. فهذا ما في حدا بيلزم فيه الا الشركه او الستاندردز اللي بنشتغلهم. هلا بعد ما حددنا اليونتس تبعونا بدنا نحدد الباوندرز اللي عم نشتغل عليهم. اذا ما كان في عندي انا AutoCAD background او اذا ما عندي drawing تحدد لي وين السايت تبعي بالضبط، فانا عندي ability ان انا استخدم اشياء وهمية او خطوط وهمية بنسميها reference planes. اذا انا رحت من architecture رحت على اخر panel هي الwork plane اخذت reference plane اختصارها RP. فانا لو اخذت هاي reference planes هي عبارة عن خطوط وهمية زي الconstruction lines الموجودة في الاوتوكاد. انا لو رسمتها هلا هون هاي الخطوط حتعطيني ability ان انا احدد الاريا اللي انا بدي اشتغل عليها. بهذا الكيس اللي انا عم بحكي عنه ليتر اون راح تصير هي عباره عن خطوط تحدد لي انا constraints ل مثلا لكولومز لوولز لويندوز، بس اليوم انا عم بستخدمها علشان انا اقدر احدد وين حدود الباوندري او البلوت اللي انا بدي اشتغل عليه للبروجكت تبعي. هلا هذه ميزتها اني انا بقدر اعطيها خصائص تميز لي بين كل خط والتاني هو لايش. والشيء اللي مش كويس فيها انه هي كلها نفس البرزنتيشن، يعني هي كلها عباره عن خطوط هيدن لونها اخضر زي ما احنا شايفين على السكرين. سو انا اذا جيت ليتس سي انا حددت بعد ما حددت الموقع تبع حدوده وين، جيت حكيت بدي احدد الست باكس تبعون السايت وحكيت انه ليتس سي هذا 2 متر وحكيت موف وحكيت هذا 4 متر ليتس سي، سوري مش موف بدي احكي كوبي، وحكيت هذا 5 عنده لازم نحكي له 5000 وحكينا هاد كمان let's say copy وحكينا هاد 2 وحكينا كمان هاد copy وحكينا هاد 6. هلا هيك لهلا انا ما تخربطت، انا عارف انه الخط الخارجي هو الارض والخط الداخلي هو الست باك. let's say اني انا هلا بدي اعمل create similar واحكي انه انا الديزاين تبع البروجكت تبعي راح يجي بهاي الصوره. بلشت احط الخطوط الثانيه تمام، وحطيت انا خط بسبب انه انا عندي كثير خطوط صارت شبه بعض، فانا بحتاج اميز كثير صغيره تعطيني ability انا اميز بين هاي الخطوط. فالشيء اللي اعطتني اياه اوتوديسك انه انا عندي ability ان انا اعطي كل واحد من هاي الخطوط اسم. فانا بقدر احكي مثلا let's say east boundary line تمام، واجي على الثاني احكي له سوري south boundary line وخلينا نحكي s.bn اوكي okay. s.bn. فانا صار عندي ability ان انا كل خط من هاي الخطوط اعطيه اسم ويعطيني ability ان انا اميز بينهم بغض النظر انا اذا نسيت هذا شو اسمه. فانا لو عملت عليه كليك راح اقرا انه هذا هو الايست بي ال او الايست بي ال موجود عندي هون. سو انا صرت انا بقدر استخدم هاي الخطوط على اساس ان انا احدد وين بشتغل. معناته انا حددت اليونتس بعدين حددت let's say الكونسترينتس اللي بدها تحددني وين عم بشتغل. الرقم الثالث اللي راح اعمله المقاول في السايت انه هو عمل اكسكافيشن للسايت، سو هو اضطر يحدد الليفلز اللي بده يوصل لها.